للحد من انتشار السيارات المهملة والسكرى في منطقة الشواخ الصناعية، شنت بلدية محافظة العاصمة حملة للنظافة ورفع المركبات المهملة وتحويلها لحجز النعايم وتفعيل الإجراءات القانونية، بعد أن وضعت البلدية ملصقات تحذيرية بإزالة المركبات من الساحات الترابية بالشواخ الصناعية. الحملة رصدت تجاوزات عديدة، وتم رفع أكثر من 20 مركبة وتحويلها للحجز وفرض غرامات على أصحابها. أي سادة، تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي فلنشاهد. بعد أن وضعت بلدية الكويت وتحديدا إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع محافظة العاصمة ملصقاتها القانونية لإزالة المركبات في أماكن متعددة في منطقة الشويخ الصناعية، فعلت بلدية العاصمة إجراءاتها القانونية لرفع المركبات المهملة والسكراب. السيارات هذه طبعا اللي تكون تابعة لأصحاب المحلات والقراجات، طبعا السيارات هذه من بداية رفعها راح تكون طبعا محطوط عليها ملصقات اللي هي علامة الإكس خلال 48 ساعة بعد انتهاء الفترة القانونية. مثل ما انتم شايفين اني نرفع السيارات احنا من عندنا بالشوكية وعلى التريلات ويتم ترحيلها الى حجز النعايم، وبعدين طبعا عقبها اذا كان صاحب السياره يبي يفرج عن سيارته لازم يراجع المركز اللي تم فيه رفع السياره بنفس المركز اللي بنفس المنطقه. الجراجات طبعا ما يشيل الا سياره واحده عنده بالمحل، فطبعا يستلم له 10-15 سياره. وين يوقفهم؟ يوزعهم على الساحات، وقت ما تخلص السياره وقفها بالساحه ورد خذ السياره اللي ما اشتغل فيها علشان يروح يشتغل فيها، وهذه طريقتهم كذي، علشان كذي يصير في تكدس سيارات بالساحات وين ما تلقى ساحه بمنطقه صناعيه. يعني هذه ثق تماما ان السياره تابعه لجراج او محل، تكون السيارة يا أما خالصة أو بعد ما اشتغل فيها. دور كبير لفرق النظافة في بلدية الكويت بإزالة التجاوزات وكل ما يشوه المنظر العام، فبعض الإجراءات لابد أن يكون أصحاب المركبات على دراية فيها، وإلا سيدفعون مخالفات كبيرة. لا تسلمون السيارة حق الجراج تقط السيارة وتمشي، لأن صاحب الجراج لما يصلح السيارة ولا انه قبل لا يصلحها يوديها بالساحه يقطع البلديه راح تشيلها بعد انتهاء الفتره القانونيه، بعدين يقول لك والله انا ما ادري البلديه شالتها، راح تضطر انت يا صاحب السياره تدفع الغرامه اللي عليك اللي هي 100 دينار ورسوم الرفع 30 دينار وياخذون عليك ارضيه دينار باليوم بالحجز. فنصيحه ان كل واحد يسلم سياره لازم ياخذ وصل كرت يفتحوا له الجراج علشان تصير بعهدة الجراج، باكر لو يصير بالسيارة أي شيء يتحملها اللي هو صاحب الجراج. تبقى الحملات مستمرة لرفع المركبات المهملة والمركونة لفترات طويلة على أملاك الدولة. رائد الشمري لتلفزيون دولة الكويت.